الخميس لا تنسوا هذه المباريات، متعة هالمباريات على اس اس سي، تابعوها هنيك، وطبعا فيكم تشوفوه على شاهد. الخميس راح نكون بانتظار كلاسيكو الأرض في ذهاب، لاحظوا ذهاب في ذهاب وإياب، نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. مين راح يلعب مع مين؟ ريال مدريد مع برشلونة. محسن، إلك بالكرة الإسبانية؟ كل تأكيد يا أبو كرم، بس أشجعهم كلهم، يعني ما أمين لا ريال مدريد ولا برشلونة. أوساسونا أتلتيك بالباو، والله أنا مع أوساسونا خير. ليش؟ بالباو هذول إقليم الباسك، ما هذول إقليم الباسك متحزبين لأنفسهم. دخلنا سياسي أنت بعد هلا. لا مش سياسة، أنا ما أقصد اللعبة. طب وبرشلونة كتالان، وتعاملنا مثل الدكتور. لو بدي أحكي الدكتور سؤال تحت الهواء أحكي، استغفر الله أحكي. لا لا ولعها ليش؟ بس أطلع منها ليش؟ خلينا نحكي شوي. كيف كثير تعجيلك؟ لا تحشيل، بس سوينا سوينا مشكلة شنو؟ عادي شوي. لا لا مو عادي، لا عادي ولا شيء. والله ترى حقي كبير، كبير كبير ولا مو كبير؟ كبير هو كبير. مر لك اياها هلا. مشيها مشيها مشيها، ما فيني عادي. بعد انا احكي بعد كل شيء ما عادي. وعم يحكي ويحكي ويحكي ويسولف. خلصت المباراة. إذن أوساسونا فاز على أتلتيك بالباو بهدف، لسه في مباراة رجعة. وبس طبعا الخميس ريال مدريد مع برشلونة، دكتور مباراة كبيرة كبيرة. إيه يعني بغض النظر أنه الاثنين نجوم وراحوا، واحد منا واحد منا راح من عندهم، لكن تبقى مباراة كبيرة جدا. يعني لسه في ما شاء الله ما تلوسين تلس اي صح، لكن كان قبل تعرف ريال اوكي يعني ميسي ورونالدو، ميسي ورونالدو كان يعني في بنزيما وفينيسيوس وفي صح ولا لا؟ صحيح يعني اي يعني فرق. يعني مين تتوقع يفوز؟ ذهاب والله صعبه، صعبه على ملعب ريال مدريد. ريال يعني مدريد. ريال مدريد أو محسن ريال مدريد ولا برشلونة؟ والله صعبة، والله صعبة أبو كرم. ريال مدريد فريق ممتاز، وبرشلونة متحسن ومتصدر الدوري. كلاسيكو ذا المرة صعب. صح. يعني أعطينا توقع هيك، دبر حالك توقع. برشلونة. طيب ماشي الحال، شكله ما بحب ريال مدريد.